هسه اريدكم تركزون وياي بهاي العشر دقائق راح نطلع فاهمين الباثوفيسيولوجي الدايجنوسيس الساين اند سيمتوم وتصير عندنا فكره شنو الامور اللي استند عليها حتى اعالج. نبدي بالبدايه مثل ما ذكرنا انه البوليسيستيك اوفيريان سيندروم ماكو فد سبب محدد له وانما عوامل ميكس جينيتيك وانفايرومنتال. هاي العوامل الانفايرومنتال اهم شيء وجود الاوبيزيتي. الاوبيزيتي راح نشوف تقريبا موجوده ب 40% من البيشنت. زين ممكن بعد شنو السيدنتري لايف ستايل والاكل مالتنا الفاست فود وهاي الامور. فاذا جينيتيك فاكتور وانفايرومنتال فاكتور تمام. ذني ميكس سويه شو راح يسوي لك؟ هاي راح تسوي لنا ثلاث شغلات واللي هي الباثوفيسيولوجي كلها تعتمد عليها. النقطة الأولى إنه راح نلقى أكو زيادة بالجي إن آر إتش بالسيشن الجونادوتروفي ريليزنج هرمون اللي يطلع من الهايبوثلاماس راح يكون زيادة أكو بي. هاي البولسس مات اللي من تزداد راح يؤدي لك إلى زيادة الإف إس إتش وزيادة الآر إتش. بس هنا أكو أبنورماليتي، هم أكو زيادة بالبولسيشن وهم الخلايا اللي تفرز آر إتش البالبيتوتاري تكون متحسسة لهاي الزيادة أكثر من الإف إس إتش. تمام يعني اني هذا الجين اش طلع من الهايبوثلاماس راح يجي للبيتوتاري. اكو عندنا خلايا تفرز اف اس اتش واكو خلايا تفرز ال اتش. الخلايا تفرز ال اتش راح تكون كلش متحسسه لهاي الزياده فراح نلقى النسبه ما بين ال اتش للاف اس اتش عاليه. يعني حتى وان كان ضمن النورمال رينج لكن ال اتش نلقاه بالهاي نورمال والاف اس اتش نلقاه باللو نورمال. فبالنتيجه بالمحصله راح نشوف اكو زياده بيمن بالال اتش للاف اس اتش ريشيو. وهاي كلش مهمة وراح نشوفها بالانفستيجيشن همات تمام. هذا الال اتش من يزداد الال اتش يروح عليه من يشتغل على الثيكالوتين سيل. فتتذكروا هو من اسمه ال فلوتينايزنج او لوتين فيروح يشتغل على الثيكالوتين سيل. وذني من اسمهن ثيكالوتين فذكروا ثيك يعني تخيلوها كانه ثيك فذني بالاصل ترى يطلع عن اندروجين لان كبار ثيك هيجي تمام رجوليات. فيروح على الثيكالوتين سيل شو يخليها تطلع؟ يخليها تطلع اندروجين. فاذا حصلنا اول مصدر للاندروجين قلنا كل الديزيز ترى يعتمد على انه اندروجين عندي هو فهذا المصدر الاول تمام. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه راح نلقى اكو زياده بالانسولين وانسولين ريزيستنس تمام. هذا الشيء ايش راح يسوي لك؟ هذا الانسولين ريزيستنس راح يؤدي لنا الى ثلاث شغلات. شنو لنا ذني ثلاث شغلات؟ النقطة الأولى راح هذا الجي ان ار اتش بالسيشن هم يزود لي اياه. من اقول ازداد الجي ان ار اتش بالسيشن يعني نفس النهاية زيادة الال اتش يعني زيادة الاندروجين. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية اللي يسويها يقلل لك السكس هرمون بايندينج جلوبيولين. شنو هذا السكس هرمون بايندينج جلوبيولين؟ هذا عبارة عن سيارة تمام. هاي السيارة شايلت لك الاندروجين. فالاندروجين طالما هو قاعد بالسيارة فهو هنا أنا مو فري فما يقدر شنو مو أكتف ما يقدر يتحرك براحته. هسه إذا تمشي بداخل شارع وأنت بالسيارة بنص وقفت بنص الزحام تقدر أنت تتحرك ما تقدر، بينما لو أنت كنت نازل من السيارة فريلي تقدر وين ما تريد تروح تروح وين ما تريد تعبر تعبر. فهاي الفكرة. فمن يقل السكس هرمون بايند جلوبين يعني راح تقل السيارات. فبما أنه تقل السيارات هذا الأندروجين وين راح يتواجد؟ راح يتواجد فري. ومن اقول يتواجد فري يعني راح يكون اكتف ويشتغل اكثر زين. وبالنتيجه معناها ايضا هنا زياده شنو؟ زياده الفري اندروجين. النقطه الثالثه شنو؟ هاي هذا زياده الانسولين يحفز لك الانزيم اللي يسموه 17 الفا هيدروكسيليز. هذا احد الانزيمات الضروريه لتكوين الاندروجين اللي هو يحول البروجسترون الى اندروجين تمام. فبالنتيجه هذني الثلاث شغلات كلهن راح يؤدي لك الى نرجع النتيجة الثانية اللي هي الاندروجين الزايد. فاشنو هاي الباثوي الثانية؟ الباثوي الثالثة تحديدا ما راح تجيني؟ تجيني من نوع من الاوبيزيتي. هنسوي لها هيج السهم مالتها. الاوبيزيتي من اقول اوبيزيتي يعني الشخص السمين يعني عنده فات هواية. ومن عنده فات هواية يعني عنده هواية هذا الانزيم اللي هو الاروماتيز. اروماتيز انزيم. الأروماتيز إنزيم شنو وظائفه؟ عنده وظيفتين. الوظيفة الأولى يحول الأندروستينو
دايون يعني احد البريكارسرز مع الاندروجين يحول الى نوع من انواع الاستروجين يسموه استرون اللي هو الاي 1 تمام. هذا الاسترون يعني مو مفيد مثل ذاك الاسترادايول، الاي 2 او الاسترادايول هو اللي يفيدني تمام، هاي يسموه بريفرال كونفرجن. والشغله الثانيه يحول التستوستيرون الى استروجين اي 2 اللي هو الاسترادايول. هنا من اكو زياده بي شيكم يشتغل اكت از بارادوكس، خلينا نقول متعاكس، يؤدي لي الى زياده بشغلتين، زياده بهاي الباثوي اللي تؤدي لك الى انه الاي 1 عالي استرون عالي، بس الباثوي الثاني اللي هي الاستروجين او الاسترادايول الثاني المفيد هذا ما راح يكون عالي، راح يكون التستوستيرون هو العالي. فمن اقول تستوستيرون عالي يعني شنو؟ يعني اندروجين عالي، فهاي الباثوي الثاني. اذا بكل الاحوال احنا ايش حصلنا؟ حصلنا على اندروجين عالي، سواء هذا الاندروجين من زياده الجي ان ار اتش بلسيشن او من زياده الانسولين او شنو، او كون الفيميل اوبيزيتي والاكشن اوف اروماتيز انزيم. زين، فبالنتيجه هذن الثلاثه راح يؤدي لك الى ظهور هاي الاعراض وهاي الامور. شنو هاي الامور؟ نيجي من اكو اندروجين عالي فعدي معناها هايبر اندروجينيميا، يعني اندروجين عالي بالدم. الشغله الثانيه الاندروجين العالي راح يمنع الاوفيوليشن، لان شنو الاوفيوليشن حتى يصير هذا الاوفري حتى يطلع البيضه لازم بي شغلتين، اكو شغلتين، لازم يجي جي ان ار اتش بولسيشن تمام اللي يسوي لك ال اتش سيرج، يعني مو ال اتش زايد بطريقه اب نورمال، لا، من اكو بولسز بالجي ان ار اتش تؤدي لك الى صعده عاليه بالال اتش لفتره محدده بس على قد فتره الاوفيوليشن مو عالي طول الوقت، يسموه ال اتش سيرج. فلازم يحتاج ال اتش سيرج، والشغله الثانيه يحتاج استروجينيك ميديا. شنو استروجينيك ميديا؟ يعني الدائره ما دائره، اكو استروجين ماكو اذر هرمون اب نورمال هرمون مثل الاندروجين. فبالنتيجه هنا بما انه ال اتش هنا صار زايد بطريقه ستيبل، بطريقه يعني خلينا نقول لينار، مو بطريقه بلس هيك، بطريقه عدله زايد مو هيك بلس تمام. فهاي النقطه الاولى، والنقطه الثانيه بعد هو اندروجين زين، فهذا الشيء يؤدي لك الى توقف الاوفيوليشن ان اوفيوليشن. والشغله الثالثه هذا الاندروجين راح يوقف الفوليكولار ماتوريشن، يعني هاي الفوليكلز ما يخليها تكبر وتصير جرافين فوليكل وبعدين تسوي اوفيليشن، لا، يوقفها arrest follicular maturation. خلينا نشوف هاي الشغلات الثلاثه كل وحده ايش راح تسوينا. نجي هسه من اقول هايبر اندروجينيميا يعني اندروجين عالي بالدم، فراح يخلي لي تطلع الساينز اند سيمتوم اوف زياده الاندروجين اللي هي شنو؟ اللي هي هيرسوتيزم، يعني زيادة بالشعر يشبه شعر الرجال، مثلا اكو فد لحية، اكو منطقة الشارب زيادة بيها تمام. هاي تقريبا تصير بخمسين الى سبعين بالمية من الفيميل. النقطة الثانية اكني اللي هو حب الشباب ايضا بسبب زيادة الاندروجين. والنقطة الثالثة شوفوا الفيميل تقوم تكتسب شعر رجولي وشعرها اللي هو براسها هذا تقوم تفقده، يصير نوع من انواع الصلع يشبه توزيع الصلع عند الرجال. يعني احنا الفيميل حتى من يصير اكو عندنا تصلع الفت باترن مختلف. الرجال شلون يصلعون اذا شايفين؟ يبدي يصلع هيجي من هنا بالجوانب اكو عنده شعر تمام، ومن هنا للاخير يبدي يروح الشعر، هذا يسموه ميل باترن بالدنس. فهي حتى من يجي يصير عندها صلع يصير نفس ال- 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 الهيئه مالت الميل، يسموه ميل باترن بالدنس. هذني كلهن بسبب زيادة الاندروجين، هاي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية اللي هي بسبب الان اوفيوليشن، من اني ما عندي اوفيوليشن شنو الشغلات اللي راح تصير؟ أول شغلة بما انه ماكو اوفيوليشن فمعناه هنا ماكو عندنا منسز، لانه فقط استروجين هسه حاليا موجود، يعني ماكو كوربس لوتيوم وماكو بروجستيرون، فهنا عندنا امينوريا تنقطع المنسز، او مرات تيجي بس بطريقه قليله اوليغومينوريا، وهاي جدا جدا شائعه تصير ب 75% من البيشنت. زين، النقطه الثانيه اذا ماكو اوفيوليشن شلون يصير فيرتلايزيشن وشلون يصير حمل؟ اكيد ماكو هيك شيء، فشي يصير انفيرتيليتي او مرات يقولوها سب فيرتيليتي تمام، يصير عندنا
sub fertility اللي هو العقم، هاي أيضا يصير ب 75% من الفيميا. النقطة الثالثة، إذا تذكرون الأبنورمال يوتران بليدينج من إجينا شرحنا، قلنا إنه أحد الأسباب اللي هي أن أوفيوليشن أبنورمال يوتران بليدينج أو ديسفنكشنال يوتران بليدينج. من ماكو أوفيوليشن يعني ماكو كوربس لوتيوم، تمام، يعني ماكو شنو بروجستيرون، فبس الأستروجين يبقى يضخم 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 ببطانة الرحم بدون وجود بروجستيرون، ومن يوصل up to level يعني إنه يتضخم كل شهواية تبدأ الطبقة الخارجية صار بها شيدينج وتوقع على شكل بلاد، فهاي مو منس حقيقية، لا هاي dysfunctional uterine bleeding. تمام، بعد استوني ذكرت لكم انه فقط استروجين بدون بروجستيرون، هذا الجملة من نسمعها انه اكو استروجين و not opposed by بروجستيرون معناها هنا تضخم للرحم بدون ما يتحول لا سكرتاري، وهذا يعتبر risk for شنو، for endometrial hyperplasia and cancer. تمام، هذني كلهن صارن بسبب شنو؟ بسبب الـ unovulation. زين، هاي المجموعة الثانية. الشغلة الثالثة من الأندروجين وقف لك الفوليكولار ماتوريشن، الفوليكولز من تتوقف هنا وتبقى بداخل الأوفري ما صار لها ماتوريشن وما انفجرت وطلعت وسوت ovulation، يجي الشهر الثاني هم اكو فوليكولز وهكذا، فهاي الفوليكولز بعدين تتحول إلى شنو؟ تتحول إلى cysts، وهاي السيتس اشوفها بالالترا ساوند، لذلك احنا نسميه بوليسيستيك اوفيريان سيندروم. هاي الشغله الثالثه. تدرون ذني ثلاث شغلات هن شنو الناس سويناهم بالاحمر ذني نفسهن ترى الروتردام كرايتيريا، فاني حتى اشخص واوصل للدايجنوسيس احتاج الروتردام كرايتيريا. شنو هي الروتردام كرايتيريا؟ يقول لك انت ات ليست عندك 2 of 3 من ذن ثلاث شغلات. أول شغلة اللي هي الأمينوريا أور أوليغومينوريا اللي هي هاي وياها. الشغلة الثانية يكون عندك كلينيكال أور بايوكيميكال ساينز أوف شنو، أوف هايبر أندروجينيميا أو أندروجينيزم. من يقول كلينيكال يعني شنو؟ يعني قصد ذني. من يقول بايوكيميكال يعني من أروح أدز تحليل مختبري أشوف تستوستيرون ألقاه عالي. هاي النقطة الثانية. والنقطة الثالثة اللي هي تحت بالألتراساوند، زين، ألقى الفيتشرز مع البوليسيستيك أوفيرين سيندروم اللي هي عبارة عن شنو؟ اللي هي يسموها يعني بوليسيستيك، اللي يسموها الرول اوف 10. هاي للبساطة، زين، شنو هي الرول اوف 10؟ هي يعني اكو بيها ارقام بس على مود يعني تنحفظ، سموها قاعدة العشرة. شنو هي قاعدة العشرة؟ انه انت تلقى 10 سيست، وذن العشرة سيست كل وحدة 10 مليمتر مكعب، اب تو 10 مليمتر مكعب. والشغلة الثالثة انه الاوفري كله زيادة بالأوفيريان سايز كله أكثر من 10 مل. تمام، هاي يسموها الرول أوف الرول أوف 10. فمثل ما شفنا وجود شغلتين من ذني ثلاث شغلات، هاي التهنا حققت الروتردام كرايتيريا وتشخصت هاي الفيميل كشنو، ك بوليسيستيك أوفيريان سيندروم. فهذن اللي بالأحمر هن السيمتومز الأساسيات. أكو سيمتومز إضافيات، مثلا قلنا إنه إحنا عندنا زيادة بالإنسولين وإنسولين ريزيستنس، هذن هم يطنك ساينز على السيمتوم اللي هن شنو، اللي هي النقطة الأولى يطلع بالجلد ما يعرف بالأكانثوسيس نيجريغانس. شنو هاي الأكانثوسيس نيجريغانس؟ أماكن بالجلد مخملية، شون ملمس القذيفة تكون طوخ لونها على سواد شوية، تطلع مرات بالطيات مال الرقبة باليم الأكزلة. تمام، هاي بسبب زيادة الإنسولين. الإنسولين من يزداد يحفز لك الميلانوسايت فتطلع لونها أسود، زين، ويحفز لك كذلك شنو يعني growth factors، ويعتبر هو حد ذاته محفز للgrowth factor، فلذلك يطلع يصير نمو للخلايا، فتكون يعني خلايا لونها أسود أو ملمس خشن هيك مثل القذيفة يسموه أكانثوسيس نيجريغانس. هاي بسبب الانسولين ريزيستنس. النقطة الثانية من دا اقول انسولين ريزيستنس، فهنا
الانسولين مدى يشتغل ويطبب الجلوكوز للخلايا، فيصير عندنا هايبر جلايسيميا فاكو ريسك اوف دايبيتيز ميليتس، تمام. سكر. النقطه الثالثه شنو؟ انه الانسولين هو انابوليك هرمون، هرمون بنائي. من اقول هرمون بنائي فيسوي يحفز لك الانزيمات اللي يسوي لك لايبوجينيسيس، فهنا صار عندنا كوليسترول ابنورماليتي ويصير زياده بمن بالكوليسترول، فاكو ريسك مال شنو؟ مال كوروناري ارتري ديزيز، تمام. كوروناري artery disease. هذا النيت ثلاث شغلات اللي إلهن علاقة بمن؟ اللي إلهن علاقة بزيادة الإنسولين. فهاي شنو؟ هاي السيمتومز اللي إحنا شنو ممكن نلقاها. فإذا هسه بهاي الوضعية فهمنا الباثوفيسيولوجي، عرفنا السيمتومز اللي تطلع، وعرفنا إحنا شلون نسوي دياغنوسيس. هسه دياغنوسيس كلش بسيط، ما ظل عندنا شيء، مجرد أني أجي أدز تحاليل مختبرية أشوف بيها هاي الأمور اللي صرفنا عليها، أشوف بيها التستوستيرون، أشوف بيها الاستروجين، أشوف بيها السكس هرمون بالجلوبولين، أشوف بيها بعض الإنزيمات مثلاً 17 ألفا هيدروكسيليز، أكو اللي يسموه DHEAS، تمام. ذني كلهن اشيك، هاي مختبريا. وشنو بعد عندي؟ الالترا ساوند حتى اشيك بيه شنو الكرايتيريا مالتنا. ها بعد مختبريا اشوف الاف اس اتش، اشوف الال اتش الى اخره. فاذا هسه فهمنا هاي الامور، يبقى اخر شيء العلاج مالتنا استنادا للمشكله جايه بها البيشنت بالاساس. يعني البيشنت جايه عندها مشكله ديو تو امينوريا اوليغومينوريا، تتركز بالعلاج على ذني. مشكلتها بسبب انفيرتيلتي او سيف فيرتيلتي، مشكلتها زياده الاندروجين والهيرسوتيزم، المشكله الاساسيه. فانت هاي النقطه الاولى. والنقطه الثانيه عندنا الثوابت. شنو هي الثوابت؟ اول شغله تغيير بمن؟ تغيير باللايف ستايل. سموكينج اذا كانت تدخن توقفه، الاكل مالتها تلتزم بدايت وتسوي اكسرسايز زين، والاوبيزيتي تتخلص منها، الويت ريدكشن والويت لوز. ذني اهم شغلات ذني بكل مرضى احنا كنا نتبعهن. ليش؟ لان هاي الانفايرومنتال فاكتور هي اللي عززت لك الجينيتك، فانت كون شنو؟ كون توخرهن. هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية وجود الإنسولين ريزيستنس هو كان يلعب في الدور كلش كبير بمن بالباثوفيسيولوجي، فتيجي تعطي متفورمين. هذني شنو؟ هذني الثوابت. والعلاجات الباقية الإضافية حسب المشكلة واللي راح إن شاء الله نتحدث عنها بمن بالمحاضرة مالتنا.